لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة يوم القرى الدكتور عبد القادر محمد. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا. ما هي تفاصيل حملة المساعدات التي قمتم بها في مخيمات الحبانية في الأنبار؟ الحقيقة جاءت هذه الحملة الأخيرة للمنظمة بعد المناشدات التي وصلتنا من النازحين الموجودين في هذه المخيمات، وبعد الاطلاع على واقعهم المعيشي والصعب الظروف الإنسانية الصعبة، جهزت المنظمة حملة خاصة بتوفير أكثر من 1250 مدفأة كهربائية لهذه العائلات الموجودة في هذا المخيم، مخيمات الحبانية، واستطعنا أن نغطي جميع العوائل الموجودة ضمن هذا المخيم، ولا سيما نحن في فصل الشتاء وحاجة النازحين تتزايد في هذا فصل الشتاء، وكذلك في ظل النقص الشديد والحاد في متطلبات المعيشة لهؤلاء النازحين في هذه المخيمات. ومستمرين حكم التواصل مع هذه العائلات الموجودة هذه المخيمات وإدارة المخيمات، يعني نحن متواصلون دائما في توفير ما يحتاجونه ونقدم ما نستطيع أن نقدمه لهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. في هذا السياق دكتور، هذه ليست الحملة الأولى التي تنفذونها في هذا المخيم، مخيم الحبانية. ما هي أسباب ودوافع التركيز على هذا المخيم بالذات، وما هي حاجيات النازحين هناك؟ بالتأكيد وليس فقط هذا المخيم الحبانية يعني، لكن نحن هنا نشط في محافظة الأنبار، أهم المخيمات الموجودة في المحافظة مخيم هذا الحبانية، وهناك مخيم العامرية في عامرية الفلوجة، هناك مخيم أكبر في الحقيقة، أكثر من 5000 عائلة موجودة، ونحن في تواصل مستمر مع هذين المخيمين الكبيرين، حيث تم تجميع أغلب النازحين في المخيمات الأخرى في المحافظة وفي هذين المخيمين الرئيسين. فليس فقط هو في الحبانية، ولكن حتى في المخيم العامرية، ومتواصلين حسب ما تحتاجه يعني ما تعينه إدارة المخيم، وكذلك النازحين ما يحتاجونه نقدمه بين فترة والأخرى، يعني نقف على حاجياتهم ونقدم لهم ما نستطيع من هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية. ما أهمية هذه المتابعة، متابعة الحاجيات أو احتياجات النازحين باستمرار، والتواصل أو مواصلة الذهاب إلى هناك للوقوف على احتياجاتهم؟ بالتأكيد هذه من أولويات عمل المنظمة، المنظمة إغاثية إنسانية تعنى بالجانب الإنساني وحقوق هؤلاء النازحين وإغاثتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها منذ أكثر من 5 سنوات. فنحن نوفر حاجة إنسانية بدوافع إنسانية بحتة، لهذا هو هدف المنظمة التي تأسست من أجلها، لتقديم اليد والمساعدة والعون هؤلاء النازحين وإغاثتهم في جوانب إنسانية بحتة، الوقوف معهم في مأساتهم التي يمرون بها في ظل هذه الظروف الصعبة. المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار.